مساء الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من غني هو مغربيه، دائما على قناتكم الثانيه دوزام. نغنيوها مغربيه في عدد جديد وخاص، اختارينا نحتفلوا هذه الليله بفن كيعشقوه المغاربه كاملين، هو فن مغاربي بامتياز ووصل للعالميه، كنتكلم على فن الراي. واول اهداء في هذه الليله هو من فنانه غادي ترجع بهذه الاغنيه وبهذا اللون لعشقها الاول، استقبلوا معايا وبحراره زينه الدوديه. ميرسي ميرسي، شكرا
احلى افتتاح لهذه السهره الخاصه بفن الرايف، نغنيوها مغربيه مع زينه الدوديه اللي كتالق في هذه الاغنيه وفي هذه المقاطع بفنها وعشقها الاول. مرحبا بك زينه الدوديه معنا فنغنيوها مغربيه. شكرا. تفضلي. مرحبا. زينه الدوديه مره اخرى معنا فنغنيوها مغربيه في حلقه خاصه بفن الراي، ورجعتي للعشق ديالك الاول. اول حاجه مرحبا بيا معكم في هذا البلاطو الزوين. الف مرحبا. ومع احلى مقدمه غزاله ابتسام. الله يحفظك. والله يجعلني ضيفة خفيفة على قلوب المشاهدين واللي معنا اليوم، تبارك الله عليكم. زينة الدودية، أول ما بديتي في الغناء في الفن بديتي بفن الراي. نعم، بديت بفن الراي طبعا. وحبك ليه مازال؟ جادور، كنموت على الراي، وبديت بالشابة زينة في أول مرة ومازال كنموت عليه لدابا يعني. ياك زينة، ما شاء الله عليك، يعني كتغني ألوان مختلفة، غنيتي الراي، غنيتي الشعبي، وكنلاحظوا مؤخرا ميولك أكثر للأغنية العصرية. علاش هذا الاختيار؟ ماشي اغنيه عصريه لكن ان ميلونج ما بين البوب والشعبي، باش الاغنيه الشعبيه حتى هي ان شاء الله تلقى الطريق ديالها للعالميه. علاش لا؟ علاش لا؟ علاش لا؟ اللي غنيتيها زينه الدوديه كيلقى القبول عند الجمهور، وهذا الشيء علاش محبوبه. حنا في هذه الحلقه الخاصه بفن الراي ما يمكنش ما نتكلموش على واحد من الاعمده ديال هذا الفن، سي ميمون الوجدي اللي مر بازمه صحيه مؤخرا، كنتمناو له الشفاء العاجل ويرجع لنا ان شاء الله معافى. زينة، شنو ظهر لك يعني نقدموا إهداء وأغنية هدية للشاب ميمون الوجدي، أغنيته سولوه ذاك الغايب، زينة الدودية وكمال الوجدي الأخ ديال ميمون الوجدي معنا هاد الليلة في أغنية سولوه. سامحني نصلحو سولو انا كل غيب سولو سولو انا لو عليا وفكرو شاورو صحابه يتصعبو ويا الغلط جابني بس نصلحو ويا الغلط جابني سامحني نصلحو
سامحني نصلحو ولا غلط شعبي سامحني نصلحو. انا قلت معاك نبدا واللي راح راح قلت معاك نبدا واللي راح راح طيب العشاب المحبة لو وداتك متجرى طيب العشاب المحبة لو وداتك متجرى. أيوة أنا قلت معاك نبدا واللي راح راح أنا قلت معاك نبدا واللي راح راح طيب العشاب المحبة لو وداتك متجرى طيب العشاب المحبة ما وداتك مد جرح سولو هذاك الغيب سولو سولو هذاك عليا وفكرو شاورو الحابة يفزعبو ويا الغلط جامني سامحني تصلحو ويا الغلط جامني سامحني تصلحو. سامحني سيدي ميمون نحبو والمفاجأة المفاجأة الحاضر أو الغايب حاضر معنا هذه الليلة في الغنوة المغربية. تحية مرة أخرى للشاب ميمون الوجدي اللي حاضر معنا هذه الليلة. مرحبا بك. مرحبا 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 الشاب ميمون الوجدي. أصرينا باش تكون معنا هذه الليلة واخا يعني احنا عارفين الظروف الصحيه اللي مريتي بها ومازال يعني مازال يعني كتتواصل العلاج. كنتمنوا لك الشفاء بعدا. المغاربه كاملين تابعوا الحاله الصحيه ديالك ودعاوا معاك. شنو تبغي تقول لهم اليوم؟ انا جيت برساله، رساله حب وامل وحب وتقدير لجميع الاحباب اللي ساندوني وساعدوني في هذه الوحله هذه اللي كنت فيها. نطلب منكم الشكر والسلام والتحيه والشكر الكبير والشكر الكبير لمؤسسه لالا سلمى اللي راه دايره واحد المجهود كبير، لان هذا العالم انا ما كنتش نعرفه، ولكن لما دخلت دركت الامور وعرفت بان كاين مجهودات كبيره وخصها شكر كبير وامتنان هذه السيده الشريفه ديالنا. والله يبارك في عمر سيدي، بارك الله فيكم. الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الجمهور كثير بزاف لان حب خفي كان هذيك المناسبه ظهر وبان ظهر وبان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. وانا جد فخور بالجمهور الحمد لله وحتى هو معتز بك وكيتمنى لك طول الصحه يعني الصحه ان شاء الله وطول العمر. كمال مرحبا بك معنا في الغنوه المغربيه. انت الاخ ديال ميمون، يعني المسار ديالك معروف واخا غبتي علينا شي شويه قبل ما نرجع للغياب ديالك. بغيت نعرف يعني في ظل الظروف اللي مر بها السي ميمون كيفاش حتى انت تعايشتي مع هذا الشيء اللي داز منه؟ اولا كنشكر الجمهور الجميل تبارك الله ما شاء الله هذا الجمهور وكنشكر القناه الثانيه على الاستضافه وهذا الشيء اللي داز عليه الاخ ديالي ميمون ما كانش ساهل، كانت شي حاجه اللي ولكن الحمد لله كانت البدايه شويه صعيبه وتخوفنا في حقيقه لان واحد الظرف كان صعيب شويه ولكن لقيت المؤمن مصاب. هذا الشيء اللي كيقول الواحد ياك كي خرجنا من وجده جينا للرباط تبارك الله كانت الرعايه. لا كنشكر وزاره الثقافه ولا المسؤولين ولا الرعايه الساميه ولا الحمد لله ورحنا فرحانين والله الا فريمون راني فرحان بزاف الوجود ديال الاخ ديالي وحنا سعداء اكثر. ربي دار لها اسباب، ربي دار لها اسباب ودوزيم جمعتنا الحمد لله بالعاده. الحمد لله دوزيم ونشكر طاقم الغنوه المغربيه. الله يطول عمرك. انت راه كينورانا الحمد لله. الله يحفظك نورك هذا نورك بوجودك سي كمال. دابا عاد نجي نقول لك فين غبتي؟ ما كانش غياب، كانت ظروف ربما ديال ازيد من 10 سنين هذه، لان في 2005 يعني كان المسار ديالنا من ازيد من 30 سنه ديال العطاء، ولكن في 2005 كانت وقعت لي واحد الواقعه اللي هي الوفاه ديال الزوجه نتاعي، وما كانتش موت عاديه لان كانت الوفاه ديالها غرق. كانت البنيه ديالي كتعوم بالمطله في السعيديه، ولكن انا كنت داخل كنعوم داخل شويه وانا كنشوف البنيه ديالي هبطت من المطله، امها اللي كانت في الشط دخلت نقدها هزتها ولكن ضحات بروحها الزوجه الله يرحمها ويوسع عليها هذيك المره الطيبه هذيك. وما كانش ساهل لان باش تفرق واحد الانسان اللي عاش معه وكان سند وهاد العشر سنين كلها كانت باش نكبر الوليدات ديالي الحمد لله. الحمد لله ديالي كبروا ودابا بدينا شوط جديد والحاجه اللي زينه هو ان
لو برومي طون ديال يعني الشوط الاول كان سيميمون ودرنا الاستوديو ديال الاستوديو اللي درنا فيه خرجنا فيه اغاني اللي كانت لاباس بها زوينه وراه درنا الاستوديو في 2017 ان شاء الله اللي غادي يكون والعوده ان شاء الله غادي تكون قويه. سيميمون قلتي لي في بدايه هذا الحوار انك جيتي اليوم برساله حب وامل وتفاؤل وهذا الشيء اللي غادي تقدم من خلال هذه الاغنيه اللي غادي تهدي للجمهور المغربي. تفضل. بغيت نشكر الاطباء الاجلاء ديالنا اكيد تحيه كبيره عندنا أكفاء أطباء ما شاء الله عندنا أطباء أكفاء الحمد لله رب العالمين. نشكر المؤسسة لالة سلمى والأطباء اللي فيها اللي اعتنوا بيا واحد اللي اعتناء جميل جدا أكيد أكيد والإخوان اللي في وجدة تمام يعني الناس كانوا في المستوى معايا نشكرهم كنشكرهم فردا فردا وليهم ليهم نهديو هذه الأغنية اللي غادي تقدم الآن. ديري قينك في الله ديري قينك في الله وميمون الوجدي يا واسع العطايا نعم المغيث يا واسع العطايا نعم المغيث يا الحي الرحم سامع الأصوات في باب العفو والرحمة لك نادى في باب العفو والرحمة لك نادت يا الرحم ترحم يا الرحم ترحم العباد في بوابك تسعد تسعد ذكور إنك يا البر الصمد نور من كان في ظلمة يصير الشطنا سهل الخبنا عسر على اللي افتح 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 لينا أبواب الرحمة علينا وعفو يا متعال اشتغل
القصد ما يخيب آه آه يا غريب راض القصد ما يخيب آه آه يا غريب كل هولي نصيب يا ليلى غير الله كنزي كل قاصد كل قاصد يا ليلى غير الله نهجي كل راشد كل راشد مول وجدي وعودة من خلال نغنيوها مغربية بأغنية جميلة بعنوان ديري قينك في الله. سيمي مول وجدي ديما ديري قينك في الله. ياك وهذه رسالة توجهها لمن؟ الله أكبر، هذه رسالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نأمن بالله بأنه موجود معنا. أكيد. والله يشفي جميع المسلمين والمسلمات. كنتمنوا لك الشفاء إن شاء الله وطول العمر. كمال حنا سعداء جدا بوجودك معنا هذه الليلة. من بعد ما سمعنا الميمون غادي نستمعوا لك حتى أنت في أغنية جميلة بعنوان راحت ومشات. استقبلوا معايا على خشبات نغنيوها مغربية كمال وجدي وراحت ومشات. Yeah, I'm
جديد دائما محافظ على تألقه وتميزه. سعداء بوجوده معنا هاد الليله في نغنيوها مغربيه، واللحظه غادي نستقبلوا فنان اخر كان غايب علينا وغادي يعود من خلال هاد الاغنيه الجمهور وعشاقه بالمغرب. استقبلوا معايا وبحراره حميد بوشناق. Yeah.
السمراء. يا السمراء والفنان حميد بوشناق. شكرا شكرا. عودة ولقاء يتجدد مع الجمهور المغربي. مساء الخير سي حميد، سعداء بلقائك اليوم في الغنوة المغربية. مرحبا والف مرحبا. تحية مرة أخرى سي حميد بوشناق، منور بلاتون غنيوها مغربية. سي حميد، أول سؤال يعني بديهي، فين غبتي علينا؟ واش يعني درتي اون بوز، وقفة، وقفة تأمل، وقفة مراجعة، باش تعاود ترجع يعني أقوى وأقوى من الأول، ولا شنو؟ حكي لنا. هي بالنسبة لي ماشي غياب. يعني في المشوار الفني ديال اي فنان كتجي واحد الوقيته اللي كتكون واحد لابوز، سي ام تي بيلون. يعني حنا حميد ولا الاخوان بوشناق ماشي عاد بدينا، يعني العطاء ديال واحد تقولي واحد 36 سنه ديال العطاء، مسيره عمر هي. فبالنسبه للمشوار الفني ديال الفنان ما يبقاش غير يجري، يعني كان واحد السوكسي، الفنان خصو يسوق داك السوكسي مزيان، خصو يحافظ عليه باش هكا الجمهور حتى المحبه ديال الجمهور تجلس زوينه كما المحبه اللي كتبغي. كيف قلتي سي حميد، يعني ما شاء الله وقعتي على مسار مميز، سواء مع الاخوان بوشناق ولا بوحدك في مسيره يعني اللي اختاريتي تكمل بوحدك. طيب الجمهور المغربي اليوم تعطش يعرف شنو وجدتي ليه، شنو حضرتي لنا؟ حميد بوشناق وجد واحد السينجل جديد ان شاء الله غادي يخرج في ديسمبر ان شاء الله. السينجل سميتو افريقيا ماما افريكا. دونك هو واحد الميساج، واحد الميساج يعني للشعب المغربي والشعوب الافريقيه. انا كنظن دابا في هذه الوقيته كنظن باللي يعني تجاوزنا ديال القضيه ديال انا مغربي. اي واحد غادي يبغي بلاده، معقوله كما كان البلاد، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، اي بلاد. ولكن كنظن باللي دابا هذه المغرب هو في جذوره الافريقيه. هذه بزاف باش سمعنا على لونيون اوروبيان، ما سمعناش على لونيون افريكان. لا هي في الطريق. انا بالنسبه لي اللي نقدر نقول للجمهور، انا نقدر نقول دابا نقدر نقول جو سوي افريكا، انا افريقي. اكيد احنا افارقه، فهمتي؟ اكيد. يعني باش نقول الله يعطيك الصحة سي حميد، راك مازال معنا هاد الليلة. أما لحظة فغادي نتوقفوا مع صوت آخر من الأصوات الجميلة في فن الراي. استقبلوا معايا شابة ماريا.
عيني حيرة هو السينجل اللي اخترت شابة ماريا. طلع عليه بكم في هذه الحلقة الخاصة بفن الراي. شابة ماريا معنا نغنيوها مغربية. مساء الخير ومرحبا بك معنا. مساء النور، تحية لهذا الجمهور الجميل جدا. مرحبا بك ماريا، خليتيني حيرة. شكرا لك على الدعوة. مرحبا وألف مرحبا. هذا شرف لي كبير أنني نحضر ونشوف ميمون الوجدي، وكنطلب ليه الصحة وطول العمر إن شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمناو له. ماريا إمتى كتكوني حيرة؟ هذا أنتيتر جديد اختاريته، وحاولت نهديه للجمهور ديال ماريا والجمهور ديال الراي. طيب واش كتشوفي باللي فن الراي مازال عنده جمهور؟ لان واحد الوقيته كان فن الراي يعني هو اللي مكتسح الساحه الفنيه، واش كتشوفوا باللي اليوم مازال عنده عشاقه؟ صراحه ان جمهور الراي ما عمره مات، وتوجور كاين لي فان ديالو، والحمد لله ان اكزامبل. انا هذه من 98 وانا سور سين ودائما بالجديد، والجمهور ديما مساندك ومدعمك ومشجعك. شكرا. مزيد من التوفيق ماريا. شكرا. سي حميد، يعني كنظن انك موافق ماريا الراي انه الجمهور جمهور الراي مازال كاين، والدليل الاعمال الجديده اللي رجعتي بها، والعمل الجديد اللي رجعتي به، او يعني هو ماشي عمل جديد، يعني هو عمل قديم ولكن عاود تحيتوه مع الاخوان بوشناق. هي 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 دونك اغنيه ديال هي هي يعني خدمناها، ومحيت الجمهور في خبره باللي الاخ محمد الله يرحمه ويسع عليه في هذه الليله هذه، يعني هذه الاغنيه غادي تخرج لوماج لاخوان بوشناخ وسيرتو الاخ محمد، وغادي تكون غادي تكون واحد حتى الجمهور غادي يتذكر بعد غادي يتذكر يامات ديال الاخوان بوشناخ الطفوله. نوستالجيا جميله حقيقه، طفوله او شباب او فوالا. هي لا فيرسيون ديال هي هي درناها فيرسيون كلوبين، درناها فريمون ديال باش تساير يعني العصر ديال هذا الوقت، وباش يعني لا جينيراسيون اللي عرفوا الاخوان بوشناخ وعاشوا مع الاخوان بوشناخ يدوزوا للرولي لاولادهم لا نوفيل جينيراسيون ان شاء الله. و فوالا نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يفرح كما احنا فرحنا. اكيد غادي يفرح بالاغنيه وبالرجوع ديال الاخوان بوشناق، وغادي يفرح كذلك الان بالديو اللي غادي تقدموه الشابه ماريا وحميد بوشناق الان في اغنيه عمري. Hamid Bouchnak, écoute, c'est pour toi. Get into it.
شكرا شكرا. حضور مميز للشابة ماريا وحميد بوشناق معنا في نغنيوها مغربية في هذا الحفل الخاص بفن الراي. خليكم في نفس الحماس وخليكم يعني في نفس الأجواء، وغنستقبلوا مرة أخرى للغناء الفنانة زينة الدودية. عودتنا دائما على التميز والتألق، الله يعطيها الصحة. أما اللحظة فغادي نستقبلوا صوت من الأصوات الواعدة في فن الراي، شاب أمير ويا ريت.
بي كيفاش ندير حتى ننساها ما نقدر هيا اللي تفهمني علاش تلوموني فيها راني شحال بلا فيها ما جربت ما لقيتش الحدا الشاب أمير معنا في نغنيوها مغربية. مرحبا بكل من التحق بنا في هذا الحفل الخاص بفن الراي. مساء الخير أمير ومرحبا بك معنا. تبارك الله عليكم، كنحيي هذا الجمهور العظيم، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف على حسن الضيافة. أمير أنت الأخ ديال سيمو سامي، يعني ما شاء الله ثلاثة الإخوان تيغنيو كلهم في الراي، ما اختاريتوش أنكم ديروا يعني مسيرة مشتركة، كل واحد شق طريقه بوحده، شنو اللي كيميز أمير على سيمو وعلى سامي؟ شاكون سون ستيل، كل واحد عنده ستيل ديالو بعدا، والجمهور كل واحد اش كيبغي فوالا. وبالنسبه للمشاركه كنا درنا تريو اللي كان داز في استوديو دوزام دو فينال، ولقى الاعجاب ديال الجمهور، وان شاء الله نتمنوا من بعد نعاودوا التجربه ان شاء الله. ان شاء الله الا كانت الفكره، خصنا الفكره باش نعاودوها. كنا درنا على الخا واحد الدنيا، كان واحد الميساج للاخوان
المشاكل اللي كيكونوا بين الاخوان يعني كتسناو تلقاو الفكره المناسبه باش تعاودوا هذا. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. انت امير يعني عايش في المهجر، عايش في بلجيكا، واش كتشوف باللي يعني فن الراي عنده اقبال اكثر في المهجر على المغرب ولا لا؟ ديغنييرمون ولا الراي على مود دونك بالنسبه ل هيه ولا هنا؟ لا هنا ولهيه بجوج هنايا ولهيه بيان سير. ولهيه حنا عندنا بزاف لان كنديروا انا باغ اكزومبل كنديروا غايم بي كنديروا لا فيزيون الحاجه كلوب يعني بالنسبه لي كلوب داك الشيء كيكون عندنا لو سيل غايم بي مطلوب. وبالنسبه للراي ولا على مود ابخي عاقي الله يرحمه الراي ولا مطلوب لهنا ولا في الخارج وداك الشيء الجاليه المغاربيه يعني على العموم كتطلب ياك يعني فن فن الراي واغاني الراي. طيب متوفقين ان شاء الله. بون كوراج بور لاسيت امير. غادي نستقبلوا الان يعني فنان سليل، اسره فنيه عريقه هي اسره الاخوان ميغري، هو الفنان الشاب ناصر ميغري والساعه كدور. ناصر ميغري سليل الأسرة العريقة للإخوان ميغري، متعنا هاد الليلة بأغنية ساعة كدور. مرحبا بك معنا ناصر، فنغنيوها مغربية سبيسيال راي. مرحبا. أهلا وسهلا ناصر. شكرا لكم، شكرا لهذا الجمهور الجميل، تبارك الله عليكم.
كون شفتي الجمهور اللي كيتبعنا عبر دوزيم حتى هو احلى واحلى. تحيه للجمهور اللي كيتبعنا عبر القناه الثانيه. ناصر، يعني لا بغينا نصنفوا هذا الشيء اللي تتغنيه هو ماشي راي 100%. يعني كيف قلت انت سالي لاسره ميغري، واكيد خديتي شي حويجات كنحسوا بلا توش ديال لي ميغري. فين يعني حدود تجربتك الغنائيه مع ليكول ميغري؟ هي بصراحة الأغنية المغرية فيها أربعة ديال النفوس، كاين النفس ديال حسان محمود يونس وجليلة، ودابا كنعبر على النفس الجديد مع لا جونيس ومع يعني بهذا الشيء اللي عشته أنا. هذه الاستمرارية ديال المغري، ديال الإخوان المغري، الاسم ديال المغري، يعني هذه تبقى كما هما كاملين كانوا جاو بزاف ديال لي بيريود فهاد الوقت، فهو يعني ساعة الدور وهذا الوقت ديال ناصر. طيب الا بغينا الحاجه اللي تميز ناصر على يعني على الاخوان ميغري اللي ذكرتي، فهذه اللي هضرت عليها هو اللون الجديد، البصمه الجديده. يعني كنت عامل بالفعل في الكلمات مع الاستاذ الموسيقار حسن ميغري اللي هو اللي تقريبا كتب لي كاع الكلمات ديال الاغاني ديالي والالحان فيهم ديالي، يعني فالافكار كيكونوا جداد، يعني ما كنعاودش الاغاني ديال الاخوان ميغري ولكن كنغنيهم بوغ لو بليزير لي فان ديال الجمهور ديال لي ميغري. اكيد وهذا الشيء اللي غادي انا كيعجبوني ياك. كلنا كيعجبونا، كلنا استمتعنا بالاخوان ميغري وبالاغاني الجميله ديالهم اللي كانت يعني في الحقيقه سابقه لوقتها، سواء من حيث الكلمات ولا من حيث التوزيع الموسيقي. كنذكروا جميع اغنيه ليلي طويل اللي غادي تقدموا لنا الان اون جيو، اغنيه اللي يعني كانت سباقه للوقت ديالها واللي يعني تعرضات ايضا للسرقه، فغنوها مجموعه من الفنانه، غنوها لي بونيم، غنتها واحد الفرقه هنديه، غنها ايضا حميد الشاعري، وهذا الليله ديو حصري فنغنيوها مغربيه ما بين ناصر ميغري والشاب امير ليلي طويل. I'm not afraid to die.
ودمع يسير من شوقي وهوايا وقلبي يعدي من يشبر دوايا عنده نهاية وشمعي قليل ولوني سمعايا. كلمات جميلة كان صاغها زياتي الإدريسي، والأغنية كيف عرفتوه هي ليونس ميغري اللي كان لحنها أيضا. عاود استرجعناها هاد الليلة بأصوات شاب أمير وناصر ميغري. أما اللحظة فغادي نرجعوا مع الرائد ونعود نستقبله مرة أخرى وبحرارة ميمون الوجدي. Thank you.
تشوفوا
ميمون الوجديد، صوت اللي كله شجن وتميز واكيد توصل للقلب مباشره لانه كيتغنى بكل الصدق الممكن. سي حميد، انت يعني من اسره حتى انت فنيه عريقه، كيف تيجيك ميمون الوجدي وشنو يعني شعورك اليوم وانت معنا هو ضيف على نغنيوها مغربيه؟ انا كنت باغي بدا نسلم عليه. سلم عليه يا سيدي، والله ما نحبسوا تسليمه. تحيه لحميد وميمون. ميمون بعد النظر على فنان، انسان، اخ، فوتنا بزاف، يعني فوتنا سهرات، فوتنا مهرجانات، تبارك الله. لي زالبوم اللي كنا من يخرج شاب ميمون، من يخرج شاب كمال، اخوان بوشناق، كانت شي حاجه كتجي مجده، كتجي كاع المغاربه كاع كيترشق لهم عليها والحمد لله. وكان يعني انا مهد المنبر هذا بغيت نشكر الجمهور. نحيو ناس وجده، نحيو ناس وجده، اكيد نحيو ناس وجده والشرق كله. بغيت نحيي ناس وجده لان في خاطر الحضور الكريم وحبابنا داخل المغرب وخارج الوطن، نحييهم بزاف. نحيو المغاربه فين ما كانوا. انا كنظن باللي يعني الجمهور الوجدي دعمنا دعمنا في لي ديبي ديالنا، ومن بعد خرجنا من الجهويه والمغرب احتضنكم. يعني المغرب احتضننا، وكنشكر عاود الجمهور العريق ديال المغرب في خارج الوطن وداخل الوطن. فوالا هادشي اللي كنقول لكم. تكلمتوا على وجده سي ميمون. وجده ما شاء الله يعني والشرق المغربي فياض بالاسماء الفنيه، كاين سي حميد والاخوان ديالو، يعني كاين كمال الاخ ديالك، دوزي، ما شاء يعني، واسماء كثيره يعني ما يكفناش الوقت اننا نسردوها كلها. علاش يعني هذا العطاء كله من وجده؟ شنو السر؟ لحقاش وجده. ومن غير سي ميمون يهمني رايك. فيهم واحد الحراره كبيره، يبغيو يعطيو ناس العطاء، يبغيو الحوار. انا نهار غنيت باش نبين ديك البلاد، ياك. هذا هو كان شعاري، لان وجده جينا شوي، كان وجده هي ابعد مدينه في المغرب. اييه السنين الستينات والسبعينات كي تقول لواحد غادي نمشي لوجده يقول لك وجده بعيده. دونك كيديروا خصنا نقربوها. هي قربات بالطريق السيار. ربطوا وجده فنيا. معقوله. وهذا هو اللي وما شاء الله وجده يعني منطقه ومدينه عريقه بتراثها الغرناطي، الركاده، العلوي، يعني ما شاء الله غنيه بالايقاع. يعني احنا واحد المنطقه اللي هي غنيه، ايقاعات كثيره عندنا. تبارك الله اشياء كثيره. يعني غير اكيد باركزوم غير الرقصات ديال العلاوي، المنقوشي، كتلقى الزي، يعني داكشي باش قلتي لي كل رقصه عندها الزي ديالها وكل معقوله جراده، ماشي بحال هي توريت ماشي هي كالسيف. سما داك الايقاع هو مركوبنا، ياك، خاطر احنا داك الايقاع ركبنا عليه صبناه. داكشي باش قال سي حميد حيت وجده. نعم. تو سامبلومون، ياك. الحمد لله. الحمد لله. تبارك الله عليكم. غادي نرجعوا للغناء مره اخرى معاك سي حميد، وغادي تقدم لنا الان اغنيه بعنوان يا بنادم. مالك هكذا يا بنادم تحقد وتغير، تنكر الخير في طريق الشر تسير. شحال كذاب بنادم تنافق الناس، تزرع الوسواس زيت في الهواس. غير حالك لا تكون غافل وتكون قدامك كاين احساس، تولي بنوبك حاصل وسد عليها وجهك البال. مالك هكذا يا بنادم تحقد وتغير، تنكر الخير في طريق الشر تصير. شحال كذاب بنادم تنافق الناس، تزرع الوسواس زيت في الهوى. ويا يا ويا يا ويا يا
اللي كان عليا غير ما طيرليش ما دار مزيا يروح ماخذ يدي تنكر الخير في طريق الشر تصير شحال كتابة بنادم تنافق الناس تزرع الوسواس زيد في الهواء حميد بوشناق أداء وحضوره ما بقاش محتاج لأي تعليق، كنا سعداء جدا باستقباله، كنا سعداء أيضا باستقبالك سي ميمون الوجدي في هذه الحلقة من غنيوها مغربية. وصلنا لنهاية الحلقة، بغيت نخلي الكلمة أخيرة للجمهور، تفضل شنو تقول لهم؟ نقول لهم أنا نبغي الزين، نبغي العين الكحلة والحاجب الطويل، ونبغي الفن ونبغي الراي ونبغي الخيل ونبغي الليل، نعشق الليل، ونبغي الحباب الزينين اللي يقعدوا الميل، ونبغي القلال الميزان الثقيل. هذه هي وجده. بارك الله فيكم ونشكركم كثير على هذا الاستقبال، وانا جد فخور بكم وجزاكم الله كل خير علينا. شكرا لك سي ميمون. هنا في القلب، تنترك في القلب، كنتمنوا لك الصحة وطول العمر إن شاء الله. شكرا لحضورك مرة أخرى معنا، شكرا لكل الفنانين اللي لباو دعوات نغنيوها مغربية هذه الليلة، شكر أكيد لطاقم برنامج نغنيوها مغربية ولسي شرقاني والفرقة الموسيقية أيضا. أما الخاتم أحبائي فغادي يكون مع كمال الوجدي وأغنية لا تحكي سرك للغير. فرجة ممتعة، وإلى أن نلتقي دايما نغنيوها مغربية. Let's go.